وللحديث أكثر عن استمرار الغضب الشعبي رفضا لانتهاكات الميليشيات وقوات الأمن وللمطالبة بإسقاط العملية السياسية وأحزابها، ينضم إلينا محمد الخياط الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من الناصرية. أهلا بك معنا سيد الخياط. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد الخياط. يعني تظاهرات غاضبة كما تعلم خرجت اليوم في ساحة الحبوب في الناصرية للتنديد بالاعتداء على المتظاهرين والناشطين أيضا في واسط والنجف. بداية، كيف كانت استجابة المتظاهرين اليوم لدعوة التظاهر ضد الانتهاكات في واسط والنجف؟ شكرا جزيلا لكم. الحقيقة اليوم التظاهرات اليوم في ساحة الحبوب كانت تظاهرات حاشدة وراسبة لما يجري في سواء كان هنا في محافظة ذيقار أو في المحافظات الأخرى، في محافظة واسط أو في محافظة النجف أو كل المحافظات العراقية. وهذه دلالة واضحة على فشل الحكومة وعجزها على توفير أبسط الخدمات وأبسط الأمن والأمان للمواطن العراقي. لذلك كل ما يحاولون القضاء على المتظاهرين، التظاهرات في تزايد والأعداد المتظاهرين في تزايد هنا اليوم في ساحة الحبوبية كما هو الحال في المحافظات الأخرى. الحقيقة كان لدينا اليوم موقف ما يتعلق بالمغيبين والعبوات السبهيلية على دور المتظاهرين، وهذه أصبحت شبه يومية. لذلك نحن هنا في الناصرية نعلن تظاهرنا بالمباشر مع أخواننا في كل مكان، ولن نسكت ولن ترهبنا هذه الأساليب ورفع السلاح في بغداد من قبل بعض الميليشيات أو محاولتها بأن تستعرض بقوتها. نحن كشعب أقوى من هؤلاء. نحن خرجنا من أجل إسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة والفاشلة التي لم تجد بلدنا سوى الدمار والفشل. نعم. أيضا يعني في مشهد حمل رسالة اقتحم المتظاهرون في البصرة مقر تجمع مؤيدين للمالكي في المحافظة. كيف تقرأ هذه الرسالة في البصرة التي لربما تراها هذه الأحزاب حاضنة شعبية لهم؟ أخي العزيز، الحقيقة هذه الأحزاب ومنذ 17 سنة هي فشلت وغير مرحب بها في كل مكان، ليس في الناصرية ولا في الحلة وفي بغداد، بل في كل المنطقة الوسطى والجنوبية. نتحدث عن المناطق التي نعيش بها ونتظاهر في مناطقها. نحن نقول بأن هذه الأحزاب باتت مرفوضة، وهذه العملية السياسية أيضا باتت مرفوضة. نحن حقيقة جربنا كل هؤلاء وكل هذه الأسماء، لم تقدم شيء ولم تقدم خير، لا بالعكس، بل هي تقدم للآخرين، لدول الجوار، لإيران وغيرها، ولاءاتها باتت مكشوفة للجميع. لذلك الشعب العراقي الحقيقة اليوم يخرج ما عدا القلة القليلة الذين باعوا أنفسهم أو خانوا بلدهم من أجل حفنة من الدنانير أو من الديوارات الملوثة. لذلك يا أخي ليس بغريب، وأي إنسان من الممكن بات أي قيادة، أنا أتساءل هل يستطيع أي مسؤول، ليس في النجف ولا في الحلة ولا في الديوانية، لا يستطيع الآن أي مسؤول أن يكون في الشارع أو في ساحة الحبوب أو في كل مكان، لا يمكن له الخروج. الآن هم جالسون في بيوتهم، لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون أن يواجهوا الجماهير. وخير دلالة على هذا بأنه لم يستطيعوا الوصول حتى إلى الأماكن العامة وليس إلا ساحات التظاهر، وهذه دلالة بأنهم الآن أصبحوا بالكامل. أنا لا أتحدث عن كل الأسماء، ورغم كل الأساليب ورغم كل هذه الأسلحة. لذلك يا أخي ليس غريبا ما حدث اليوم، وليس غريبا ما حدث غدا، وليس غريبا ما حدث بعد غد. نحن مستمرون لهذه الطبقة السياسية، قتلت العراقيين وغيبت الآلاف وشردت الآلاف، والآن دول الجوار والدول الأخرى الآن لديها آلاف من المتظاهرين أو الأصوات الوطنية العالية التي ترفع صوتها ضد هذه الطغمة السياسية الفاسدة. نقول لهم نحن مستمرون، ولا يعنينا هذا القمع وهذا السلاح المنتشر بأيديكم، ولا يعنينا استعراضاتكم في كل مكان. نحن مستمرون، والبلد هو بلدنا، ونحن أهل البلد، ومن حقنا أن ندافع عن هذا البلد اتجاه كل من يحاول العبث به. وهؤلاء حقيقة هم عابثون بها بأمن واستقرار بلدنا وسرقة كل موارده. لذلك يا أخي العزيز، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، أقول بصراحة نحن مستمرون، وهؤلاء المسؤولين غير مرحبين في كل مكان، لا في الناصرية ولا في كل مكان. لذلك أنا أقول لهم بأن ما تمارستوا خلال هذه السنوات قد جنيتم على أنفسكم، وهذه هي النتيجة. يعني رغم هذه الممارسات التي تمارس بحق المتظاهرين، نلاحظ يعني الاستمرار وهذا الزخم.
السؤال هنا سيد الخياط، يعني إلى ماذا ترجع قوة هذه التظاهرات؟ على ماذا يعول؟ وما هي أدوات المتظاهرين؟ نعم، الحقيقة أولا نحن نعول على قوتنا وعزيمتنا في مواجهة هذه القوة، ونحن كشعب نمارس هذه الممارسات الدستورية. هم الذين كتبوا هذا الدستور، ونحن الذين نحدث في كل مكان. أنا الحقيقة أتمنى أن يكون لدي وقت أكثر من هذا الحديث، يكون حديث مفصل، لكنني بصراحة لدي لقاء آخر على إحدى القنوات الفضائية، لذلك أعتذر من حضرتكم لأن الوقت يداهمنا كثيرا، وأتمنى أن أتواصل معكم في وقت آخر أستاذ العزيز. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الخياط الناشط في التظاهرات، كنت ضيفا عبر الهاتف من الناصرية.